بسم الله الرحمن الرحيم، ازيكم يا ولادي؟ رب تكونوا كلكم بخير. النص بتاعنا النهارده اسمه كون بلسما. النص كان احنا قلنا كنا شرحنا جزء منه او 3 ابيات اللي فوق، اول 3 ابيات في الفصل، بس انا هعيدهم تاني عشان كان فيه يوميها نسبة غياب كبيرة جدا. طيب النص بيقول: كن بلسما ان صار ظهرك ارقما، وحلاوة ان صار غيرك علقما، احسن وان لم تجز حتى بالسنة، اي الجزاء الغيث يبغى ان هما، من ذا يكافئ زهرة فواحة، او من يسيب البلبل المترنمة، عد الكرام المحسنين وقسهم بهما تجد هذين منهم أكرم، يا صاح خذ علم المحبة عنهما، إني وجدت الحب علما قيما، احبب فيغدو الكوخ قصرا نيرا، وابغض فيمسي الكون سجنا مسلما، لا تطلبن محبة من جاهل، المرء ليس يحب حتى يفهم. طيب النص الأول إلي أبو ماجي، ده شاعر كان شاعر لبناني، كتب قصايد كتيرة جدا منهم القصيدة دي. طيب اول حاجة هو هنا بيقول الشاعر بيطلب مننا ان احنا نكون الانسان يكون متفائل حتى لو كانت حياته مليئة بالازمات او الحاجات الصعبة اللي ممكن تعدي عليه. فهو بيقول له كن بلسما. يعني ايه كلمة بلسما؟ بلسما معناها الدواء الشافي. فهو بيقول كن انت عامل زي الدواء الشافي لنفسك، حتى لو كان ان صار ظهرك ارقمة. الارقم ده هو نوع من انواع الثعابين، يعتبر من اغبس الحيات، تمام، يعني من اصعب انواع الثعابين. وهو بيقول هنا ان انت حتى لو كان حياتك مليئة بالازمات والزمن بتاعك كله مشاكل، برضه لازم تكون انت عامل زي الدواء الشافي للحاجات دي كلها. وحلاوة ان صار غيرك علقمة. يعني ايه الكلام ده؟ العلقم هو نبات الحنظل ده نوع من انواع النباتات، معروف عنه ان هو مر جدا. فبيقول خليك انت الحلاوة او الحاجة الحلوة اللي في زمنك، حتى لو كان كل اللي حواليك مر في مرارة نبات الحنظل، تمام. يبقى هنا الشاعر بيطلب من الانسان ان هو يكون متفائل علشان يوصل، حتى لو كان كل حياته او مليئة بالازمات، او الفترة اللي هو عايش فيها دلوقتي مليئة بالازمات، حتى لو كانت خبيثة او صعبة زي ايه اغبس الحياة. فهو بيشبهه ان هو ممكن يكون الزمان بتاعه مليء باغبس الثعابين في نفس الوقت، وكون انت العامل الحلاوة اللي او الحاجة الكويسة الحلوة الجميلة، حتى لو كان كل اللي قدامك او كل اللي حواليك طعمه مر زي نبات الحنظل. يبقى ده البيت الاول. البيت الثاني بيقول فيه: احسن وان لم تجز حتى بالسنة، اي الجزاء الغيث يبغى ان هما. الكلام ده يعني ايه؟ بيقول على طول لازم تكون انت كريم ومعطاء، وتكون بتحسن للناس حتى لو ما حدش شكرك. يعني لو ما استنيتش شكر من حد، انت لازم تحسن للناس وتكون كريم معاهم. اي الجزاء الغيث يبغى ان هما، يعني هو المطر لما بينزل بيستنى اي حد يشكره او يمدح فيه؟ مفيش حد، لان بالرغم من كده ان المطر لما بينزل بيبقى خيره بيبقى كبير جدا على مناطق كتير قوي، تمام. احسن يعني اكرم او قدم الاحسان او الخير. وان لم تجز، تجز معناها تكافئ او تساب، حتى بالسنة، السنة اللي هو المدح او الشكر. اي الجزاء الغيث يبغى انهما، يعني ايه الكلام ده؟ اي الجزاء الغيث يبغى انهما، اي مكافأة بيستناها الغيث اللي هو المطر، يبغى يعني يريد او ينتظر انهما ان سقط او سال، تمام. من ذا يكافئ زهرة فواحة، او من يسيب البلبل المترنمة. يعني ايه الكلام ده؟ يعني مين اللي بيكافئ الزهرة لما يعني احنا لو دخلنا زي ما قلنا في الفصل كده، لما بندخل جنينة مليانة ورد او حديقة مليانة ورود وازهار كتير جدا، على طول هنشم ريحة حلوة جدا بسبب الازهار اللي موجودة فيها، والزهرة الواحدة دي ممكن تخلي المكان كله ريحته حلوة. فهو بيقول مين ممكن يكون بيكافئ الوردة لما بتبعث العطر بتاعها وتخلي المكان كله ريحته جميلة، او من يسيب البلبل المترنمة، او يعني مين بيدي البلبل لما بيغني بصوته الجميل ويطربنا، فمين بيسيبه او مين بيكافئه على اللي هو عامله ده. يبقى الـ3 ابيات الاولانيين، البيت الاول بيقول في الشعر ان احنا لازم نكون متفائلين حتى لو كان الزمن بتاعنا مليان بالازمات والمشاكل الكتيره جدا. تاني بيت بيقول ولازم كمان نكون الحلاوه او الحاجه الحلوه اللي حتى لو كان كل اللي حوالينا الطعم مر زي نبات الحنظل. وتاني بيت بيقول فيه: احسن وان لم تجز حتى بالسنة، اي الجزاء الغيث يبغى ان هما. يعني لازم تكون انت كريم ومعطاء لكل اللي حواليك، وتقدم السعادة
حتى لو انت ما استنيت، حتى لو اللي قدامك ما شكركش على الخدمه اللي عملتها له، فانت مش المفروض تستنى الشكر. وتبقى عامل زي المطر، لما المطر بينزل وبيسيل وبيسقي اراضي كتيره جدا زرع وخير، وبيسقي الزرع وبيعمل خير في مناطق كتير قوي، ما بيستناش اي حد يشكره. البيت التالت كمان بيجيب مثال تاني غير المطر، الزهره او الورده الجميله اللي لو ممكن لما بتنزل، لما بتبعث عطرها في المكان كله، هي ما بتعملش اي حاجة غير ان ما بتستناش شكر من اي حد، او من يسيب البلبل المترنم، او كمان طائر البلبل لما بيغني وبيطربنا بصوته الجميل ما بيستناش حد يكافئه. طيب كده ده اول 3 ابيات. البيت الرابع بيقول عد الكرامة المحسنين وقسهم بهما تجد هذين منهم اكرما. يعني ايه؟ يعني احنا لو قعدنا نعد الناس الكريمة واللي بتساعد الناس والمعطاءة هنلاقيهم، وهنحاول نقيس اللي بيعملوه الكرم والخير اللي بيعملوه مع الناس، هنلاقي الزهرة وطائر البلبل بيعملوا خير اكبر منهم بكتير. زي ما قلنا الزهرة الواحدة ممكن تخلي المكان كله ريحته حلوة، كل يدخل المكان ده او الحديقة دي يلاقي ريحتها جميلة، وبتبقى بتفيد ناس كتيرة جدا. وكمان البلبل لما بيغني والناس كتيرة جدا بتسمعه بيفيدهم، فبرضه ده بيعملوا خير او بيقدموا احسان لناس ومحدش بيجازيهم او بيشكرهم. تمام. البيت الخامس بيقول يا صاح خذ حلم علم المحبة عنهما اني وجدت الحب علما قيما. يعني ايه بقى البيت ده؟ بيقول فيه هنا الشاعر بينادي على صاحبه، فبيقول له لازم تكون بتتعلم الحب من الناس اللي من الـ عنهم، عن مين؟ عن الزهرة وعن البلبل. اني وجدت الحب علما قيما، فاحنا اكتشفنا في الاخر ان الحب علم وليه قيمة كبيرة جدا، ما يقدرش اي حد يستغنى عنه. احبب فياخذ الكوخ قصرا نيرا، وابغض فيمشي الكون سجنا مظلما. يعني لازم تبادل الناس كلها بالحب والمودة، هتلاقي الكون بتاعك كله واسع وكبير. حتى لو كنت انت عايش جوه كوخ بيت صغير جدا، هتحس ان هو عامل زي القصر المنور. وابغض فيمسي الكون سجنا مظلما، يعني ابغض يعني ايه؟ لو كرهت حتى لو انت عايش في مكان كبير جدا او قصر كبير، او حتى هتشوف الكون اللي حواليك كله عامل زي السجن المظلم. تمام. لا تطلبن محبة من جاهل، المرء ليس يحب حتى يفهم. يعني ايه؟ ما تدورش ان انت تستنى من انسان جاهل او انسان احمق او انسان سيء الخلق بتطلب منه الحب، لان هو عمره ما هيكون فاهم معنى المحبة او المودة. تمام. يبقى البيت الرابع تاني بيقول الشاعر بيطلب او بيأمرنا ان احنا نعد الناس الكريمة والمحسنة المعطاءة للناس، مهما نقسنا الخير اللي بيعملوه مع اللي حواليهم هنلاقي ان البلبل والزهرة اكرم منهم بكتير، لان هما بينفعوا ناس كتيرة جدا. والبيت الخامس بيقول فيه بيطلب الشاعر من صاحبه ان هو ياخد المحبة والمودة من مين؟ من الزهرة ومن البلبل، لان هما عندهم بينفعوا ناس كتيرة جدا. وبيقول لان انا كمان وجدت ان الحب ده ليه قيمة كبيرة جدا عندهم. احبب فياخد الكوخ قصرا نيرا، وابغض فيمسي الكون سجنا مظلما. هنا الشاعر بيقول بادل الناس بالحب والمودة علشان تحس ان المكان الصغير، البيت بتاعك الصغير اللي انت عايش فيه ده، عامل زي القصر المنير. ولو انت كرهت او بدلت الناس بالكراهية هتحس ان الكون اللي انت عايش فيه ده كله سجنا مظلما. تمام. في الاخر بيقول له بينهي ان هو يطلب المحبه من انسان جاهل او احمق سيء الخلق، لانه هو لا يفهم او لا يدرك معنى او قيمه الحب. كده ده شرح النص. طيب نشوف بقى المعاني عندي بلسمن معناها الدواء الشافي، ظهر زمن، ارقم اللي هو ابغس اخبث الحياه زي ما قلنا، العلقمه اللي هو الحنظل والمراد هنا بيها حاقدا، الثانيه الشكر، عندي كمان الغيث اللي هو المطر الشديد او الكثير، هما سال او سقط، فواحة انتشرت راحتها الذكية، المترنم، المغني بصوت جميل. قسهم اللي هي معناها قارنهم، يا صاح المراد يا صاحبي، ياخدوا يصبح، الكوخ اللي هو بيت من قش، ابغض اكره، المرء الانسان، نيرا مضيئا، قيما ذو قيمة. عندي ظهر اللي هو دهور او اظهر، ارقم اللي هو جمعها اراقم، الغيث الغيوث او الاغياث، البلبل البلابل، الكريم الكرام، المرء الرجال. زي ما قلنا كلمة المرء ملهاش جمع في اللغة العربية. المترنم الباقي، المترنم مضادها الباكي، الكرام البخلاء، المحسنين المسيئين، قيما حقيرا، يغدو يبقى، نيرا مظلما، ابغض احبب. طيب هنا بقى عندي التعبيرات الجميلة، عندي التعبيرات الجميلة هنا اول تعبير جميل معانا هتكون بلسمن،
وحلاوة البيت كله يعني بيتكلم فيه، هو أسلوب أمر غرض النصح والإرشاد، وفيه تشبيه للإنسان بإيه، بالبلسم أو بالدواء الشافي. تمام. عندي بعد كده ظهرك أرقمة، تعبير جميل يصور الهر بالثعبان، يصور الظهر بالثعبان، معلش دي اللي صلحناها في الفصل، يصور الظهر بالثعبان. حلاوة وعلقمة، التضاد يوضح المعنى ويؤكده. عندي أي الجزاء، أسلوب استفهام غرضه النفي، وطبعا هو فيه تصوير للغيث بإنسان يعطي ولا ينتظر الجزاء من الناس. من ذا، عندي من ذا، أسلوب استفهام غرضه النفي، يكافئ الزهر، شبه الزهر بإنسان كريم لا ينتظر المكافأة. يسيب البلبل، برضو صور البلبل بإنسان كريم لا ينتظر الثواب. يصاح، أسلوب نداء للتنبيه. عندي بعد كده الكوخ قصر، تعبير جميل يصور الكوخ بالقصر ويوحي بأهمية السعادة. ابغض، أسلوب أمر غرض التحذير طبعا، يمسي الكون، تشبيه للكون المملوء بالكراهية بالسجن المظلم. لا تطلبن، أسلوب نهي غرض النصح والإرشاد. خذ أسلوب أمر برضو للنصح والإرشاد. علم المحبة، تصوير المحبة بالعلم، بيدل طبعا على قيمة الحب. إني وجدت، أسلوب مؤكد بإن، ويصور الحب بالعلم المفيد. تمام. يبقى احنا كده عرفنا ان النص كان بيتكلم على ان الانسان لازم يكون متفائل بكل اللي معاه او اللي بيحصل حواليه، مهما كانت الازمات اللي بتعدي عليه، وان هو لازم يكون بيحسن ويكون كريم مع الناس، زي الزهرة وزي البلبل اللي بيغرد وبيسمعنا صوته الجميل، او زي المطر لما بينزل ويسيل وينفع ناس كتيرة جدا. ولازم ناخد علم المحبة عن الزهرة وعن البلبل، علشان هم احنا لقينا ان الحب ليه قيمة كبيرة جدا عندهم. وان احنا لازم نحب الناس ونبادلهم المحبة، وما نطلبش المحبة او العلم الحب من انسان جاهل احمق، لان هو لا يفهم او لا يدرك معنى قيمة الحب. اي سؤال في النص ابعتوا يا ولاد.